أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الأربعون درس أفرتنات هجرة المسلمين مسلمين تهاجرتان كودا إلى المدينة مقالة مدينة أيها هاجرين واجه. لما علمت قريش قريش مركي أغاتي بانتشار الإسلامي إسلام كفافي دي سمركي أغاتي في المدينة مقالة مدينة أو كفافي شددت الأداء وحي أتكي سأدبك على أصحاب رسول الله الأتكيو ساسي لمي أتكيو إن رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تي سلا أتكيو أي قريش أتكي سأيدا نوايد أغلبك اللقوبة دياد ساسو لسعوايد هذا سيدة عن صومرني إيدها قريش أي النبي عليه السلام أي نبايان أي إليكم مطر هذا أوسدوشة كسارايان أي أسوجيتك مراي عيد كفر لهايان قاب درد أسو حلق أي لبلابين شبه أي هنا صور هنا مارك أي دينتين قديجة إيا دينتي هاي قديجة إيا دينتي إيا أبي دالبا دينتم عمك آهي سنة كاس حلو بحشان هنا عام الحزن يلو بحش سنة كاس نبي قبي قصر وجير مركز هاي بدنا انت سوما ما صلى اخر ما صلى اخر يا مركز لما علمت مركز قصاصي سم يا اما يقفك كو عيش تورو دبك سولي اورو دبك سولي لا مركز واتاس وقت باجر فأمرهم وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي بالهجرة إلى هاجران إلى المدينة مقالة المدينة أيها هاجران سأصل الصواعد إيا واللحاق إني هليلان بإخوانهم ولا لهود الأنصاري إيه أنصار تاواد ولا لهود أنصار تا إني هليلان واد أنصار مركي وريم مكي ما هين أنصار ما هين ويترب على ديجرة كو ميقي كصوب اللودين لحي كوب اللودين سكن ميقي نقدين لوايتهم ثاد ميقي تجين ومركز دعانا كودا تضباطن يو إيه سدح إيو إيه الله بضو مرمو ومرأة تاني مالي لبس ومرأتين ومرأة تاني واحد إيه الله بضو مرمو ساسي كوه يدوان يا لقود درو قرآن كبرلي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام مركز يكون غا مصعب بن عمير يكون غا أخوك سأل سياد فخرجوا مركوا بحين صحابتي من مكة مقالة مكة إيكا بحين واد خفية لأجل خفية قرسودي درادة أبحين خوفا مين الله فخرجوا بحين من مكة إيكا بحين خفية قرسودي كبحين ما الصواب قرسودي كبحين خوفا لأجل خوف عبسي درادة دو من أن تمنعهم من أن تمنعهم قريش واد قريش إني عليان من الهجرة إيكا عليان واد سيان قريش هجرة أو علين قرسودي لو بحواد وأراد أبو بكر وحوضاني أن يهاجر إنه يهاجر فمنعه رسول يا علي صلى الله عليه وسلم فبقي معه يلجو بمكة واد أدي إيجو قال لي صاحب كياته من إلا بحا وصل بحي ناي أدو جو قال لي رواد ساس ولا صعاد أسئلة ماذا عملت قريش ما هي عمل فش بعد أن علمت مركي وقالت بإسلام الأنصار بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف خرجوا هل هاجر أبو بكر معهم الخلاصة لما أسلم أهل المدينة مركي إسلامين بالغ أهل مكة في إيداء المسلمين أي بها كل حين لإرادة فأمرهم الرسول بالهجرة إلى المدينة فهاجر بعضهم في إثر بعض قيب قيبتك العيدو دوجوت والله وطدقا غوائد الدرس الحادي والأربعون واد درسيقا أفرتن إيه كوباد واد اتفاق قريشين قريشا إسوافق دي على قتل الرسول إسوافقين صلى الله عليه وسلم واد نبي عليه الصلاة والسلام إني دي لأيان إيكو اتفاقين وكير واد لما رأت قريش المركي أردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سار له إني أصب نادين أصحاب أصحابية وأنصار وأنصار يدافعون عنه النبي عليه الصلاة والسلام دفاع عيان أو ينشرون في ذيها أيان دعوة ودعوة ديسة سمموا وحيو قصديني قؤامين على قدله إن الدلاني قؤامين واد صاص ولا صواد قابك أوتشتين هوسوكا يا غرا واد أبو جهل نيك اللي رأى وحوير مركي الله تشاهي قرقي وحالي سقوي مدى الله نهجر الدار الندوة الله نهجر واد مركي قرقي أسي سقوي مدين أكوي إلى سورو حيسا كعبدو كوي إلي مسجد الحرم كوي إلي قرقي أسي تقين والله تشتي واتي إبليس أو اسكسار ديجي سورة عادي اسكسار ديجي شركه كسوق قيب قلي مركي لو رجيه قف كهذا شبه
ابليس وحو ليه قفكا انو ما هادلي وحاسو هادل ما انو ليه نيكي وحكبه تران ميدا وحو ليه هالا مسافري او هالا جيميل ابليس افرت تاغاي او اده هرن اده اسكسوريق عادي مركاسو ليه مايا نيكان رأي مكين ميدكا لا وحو ليه امي الكحرن رأي ما سو ميدو البقدورة مركدمي ابو جهلا هاديت ابو جهلا وحور ان لي رأينا ايسو نادور ما اراكم دفعتم عليهاد او انا اجيدين انا ديبتين رأي قاس معنا رأي انا اجيدين انا ديبتين ايسو نادور واقروا رأيه اسكو راعي المرك رأي يشيغ او شيغ اسكو راعي واتفقوا عليه واسكو وافقين معنا وحور ان من ان رادينو او الهيكو بطل يراه او اسكو داء قبيل كستان كسو قادنو هل مرنا سيفتاكو كل ميانو عدي كو كل ميانو إن من كاس لقى صدوا على قبيل إهير بري هاشم لا دجال لمان وأكو أتكاد دونتا وأنا إسكت دافي دونا نيك أساس أكو دلنا ويران رأي جيز إسكو وافقين مركز وأكو أنا مركز واتفقوا حي إسكو وافقين على أن يأخذوا إني سوق هذا من كل قبيلة شاب مات قبيل كسيال زود أويل دل يرى ويجتمع أمام الداري كسو كل من فإذا قرأت أدو صوب حضر أبوه وقراء عين ضربة الرجل واحدون هل نفشدي سوكر إني كنت نفتانا لغوشيات سي الله دين هبلا كنت نفتئي هبلا كنت نفتاء الله دين ليتفرق الدم في القبائل سيدي جيس أوه كالتغو قبائش أوه كالتغو أو فلا يقدر أقارب النبي عسلان قراب ديس إسان أبودين على محاربة العرب كله عرب كل ماد عربات رمان لا درير إن أمي دي كران مايا وعجيس أمد ولكن الله إله ياس أعلم حقوقيسي النبي نبي صوبا صلى الله عليه وسلم بما قال حقوقيسي اتفقد عليه ما قريش يكون شيسي وأمره النبي عليه السلام إلهي يحو أمره بالهجرة إنه هاجر إلى المدينة تاد إنه مدينة قبط أصلا الله فرواد أسئلة متى سممت قريش شميكو أنسة على قدل الرسول صلى الله عليه وسلم على أي شيء على أي شيء اتفقوا لماذا اتفقوا على ذلك هل أخبر الله الرسول بذلك مشيك الخلاصة عزمت قريش وحيقوا أنسة على قدل الرسول بعد ذيوع الإسلام إسلام كفافي ديسة كقدر إيوه الهجرة فأتمروا به وأشورين فأمره الله إلهي يعني بالهجرة أمر سيراد هذا تشتين أتلدود وحيك صوبح إلهي يسوكد به نبي عليه الصلاة والسلام الدرس الثاني والأربعون هجرة المصطفى وايد هاجر تانكي نبي عليه الصلاة والسلام وهاجري تازال قال الرواد توجه الرسول يجيه صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر نوجي استوى علمه وحن اوغيسي بامر الله الى امر تانكي سلو رسولك او امرواد او هاجرتان لو فصح فساله ابو بكر او حوسو اشي الصحبه صاحب تريم فقال الرسول عليه الصلاه والسلام نعم مركا ابو بكر لو شيغ او نبي عسام شيغ وحور النبي الله ان كل صاحب ان جدك ان كل قال مركا سوره نعم واد ثم هيا واد يرغرومين واد يارسدين راحلتين لبدا بدود لسفر ما لأي سفر ما سفر كودا دراديس أي لبدا بدو دي أرسلان وأعطى ياهما واسيا لدليل ما هين واد ننقل يقان ألو دي واد ننقل يقان وقل كسفع أو كاليقان ألو دي واد الله سعاد وأمراه وان أمرينيكي أن يجيء بهما إن أولي ماد بعد ثلاث ليال سد حبين كقدال إلى غاري ثور واد قد كغاري ثور ليرا إن أوكينا واد ساسا لدواد markii saas lagu balamay nabiga kaleysa salaam abi bakr oo faaruqay wa balameen ma ka banaan keda insaga soo dhici doonaa jaw iyo jaw alisi wala kala dhaqaaqay markaa fa fil leela tahbiga dhaxdeeda allati leelada soo xazama fiha nabiga kaleysa salaam oo go'aan ku gaaray calal quruuj bixitaa min beeti oo ka baxo iltafa waxa soo hareereeyay shubaan quraysh quraysh dhalinyaradii hawla daari guriga hareereeyay guriga hareereeyay square ka qabteen ayaga noo wa rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam inta ku jira bi daakhili daakhili daar gurigu dhaxda uga jiraa فلما جاء وقت الخروج مركي لجاري أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمري ابن عمي أديركي عنو جيس عليا علي ابن أبي طالب بالنوم إنه سهد على فراش واد وحال أدي فراش كي جنس يحو جو يعني أنا هكسو جرنا هكسو واكثر يعني تقول هو علي ابن أبي طالب نوا أقبل واد أقبل الله صعود أنا قال لي نمكي نمكي أنا قال يدل الرواية جرو كهار يا رسول نكي سوا يعني إلى شايا نوا أنا قال أي مشي إيجا فيلاين أون جيف إيسيحو darka aniga aan ku sajirana hugsu iyo naxam iimanka subdhow yah iimaan inta ku yaalo ma ila socod marka lagu leeyahay casharatu mubashirin lagu tiray nin walba iyo manaaqibtiisa marka fiiriso hawl fudud lama soo qabanin wad hawl fudud lama qabanin la saaray zaas oo saay marka ka saad wa ka saa wuxuu yiri marka li allah ya shuka ahad soo soo shakin fi wujudi nabii xasan joogitaankiisa bi beeti uju سينماك عدوغا ايسر اوغو شاكين نبغا عسان غورغا ما جوغا مسما جو او هدا بقبق ايشا سو سارا حي اركايان سريرتي او قفو جيفو بوبين اركاسي ايلي وانو جيفياواد
وأمره وحو أمره أن يرد إنه أمره. نبي عليه السلام علي بن أبي طالب وحو أمره أن يرد إنه علي أمانات الناس ود ضدك أمانة يشود إلى أهلها ويعيش. يعني وحي أني أمانة إيدي بتني ما دام أني عن صفر يوم بحاي أضو علي أماناتك علي يا ليراد وضدك وعلي. ثم خرج النبي عليه السلام وصوبحي على أعدائي وكسود البحوات عدو ياشيز أو كسود البحوات هصفيري. نبي عليه السلام منكم صوبحي حو أغراي وجعل وهو يقرأ حو أغراي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. هذا سدا إيه سدا لبده واجران ماي لبده واجران الله صعد مرك سورة سو أخرى ياسين اللي رواه ياسين اللي رواه. نبي عليه الصلاة والسلام نقول ياسين لما قرأ واد ياسين وحلا أقرأ اللي واسين واحد هو أقصته واد سورة عجائب تلا أيده كم يتواد. لذلك أقف كحال الرواة مروا بينو سكوح حجاب على الرواة مروا بينو سكوح حجاب مركز أسأله سعواده دارته وحلا أقرأها أم الله يسفرها دارته كتاب كي يسلك كواه وحن ما يسلك كواه قف كفار يا مجرد قف كودر سين مجرد مركز أسأله سعواده. نبي عليه السلام واسكوح حجاب إن ما كان ولبو حسمي أصو ياسين كاس أقرأ أو ولبو آيات أس أقرأ وصو دول مري من دول بنا عيدا وانت صاقاته مدح أول شمال عيدا سكروا رشوم هل قفوا دار إنت رمجن واكر مري مركز أكتر كدي إبليس تقول نور حماك وقبيسين أسيرين دينا هو شوف لنارنا مركز يقول وابد تجي متجينين وابد تجي ورني كاس عيدا وما دحين كذا شو إيه استعطابته نور من وسائل عيدا خجر وحما خجر ما أسيرين ما هي نور من كلام ما جيش هذا في شيء ونقد على بن أبي طالب على نه تاو مكرم ما هو أو نكيل لصو دري ما ماشى سح أي فشلت مركز سال الله وده أرضي أسع حاليري نكي كانوا أنت أسو هلا دو قيلوا لي على مريناي مركز سال الله صو دري وحياة عجائب تا وصير هذا سأكد دري مسوا حكم هذا قفك إنه مبدأ ليه في عنانتين هذا المركز اللي قليه هاي لدليل ماهر لا بدي حلا ضيع لودي نمد اليقان على لودي أقول نكاس مسلم مهين نكاس وقالوا هاي أقول مركز أمك قريش دوبي إيه وحبلن قادة يعني إيه هلا قابلين إيه نعها لجبر ليه أسوق وأوجيه إيه حو إلى الشوا بلن كله لقلو إلى الشوا ومع أوجي نقال أنا وياه هذه كور مركز أنا بقى مسلمين عم بلن يلي يلوين كبسي در الموي لا سر سام وكاس الله سبحانه حاصل أداب هوش يسيق روح سكرت. ثم خرجوا صباحي على أعدائي وصباحي فألقى الله إليه حكوردي أرنوم هردو عليهم تشرد كوردي فلم يره أحد الموضع وصار كواند. ثم تقابل مع أبي بكر وقابله وصار واسعي وصار واسعي حتى وصل إلى أبي بكر إيه إيه النبي عليه السلام إيه قارين غار ثور قدك أعياد قدك غار ثور لنا واختبأ وانا قلونتين في غار ثور واد قدك غار ثور لنا أي قلونتين واد دعوة كشقيها دعوة وشيطان قواه داترة إني سعير عارين أقوين معاجر خير وقل قيل يا جد قريمو أصور روما هذه أنت كنت تامر ما لا أنا كنت نمل أقول مركب مربع هذا الدعوة عن جدات ترى برب قام وافلة وح نعس بنوا كهاري ما قاب درب بنوا كهاري ما علاس بنوا كهاري ما هذا إلى أيك بتبيني وانت هذا إلى أيك بتبيني. أسئلة إلى أين توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالهجرة ما فعل بعد ذلك محسمين بماذا أمر الدليل دليلكم هو أمر يواد نكروا ليقينك في أي بماذا أمر محمد أمر واد إنك أمر كسياء أبي بكر أبوه في أي ليلة التف الشبان قريش حول داري شبي جرج صاهر يعني قال خلاص اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على الهجرة أو إسقاط في قيامه وجهزا واد يرسل رحلتين وخرج النبي من بيته وكبح صلى الله عليه وسلم ولم يروه ما يسألكن حتى وصل هو إيه وصاحبه إلى إجارين إلى غار ثور أو اختبأ فيه أي كلهم تنما أي كلهم تنما إيش أسيقول لك مركز أساس ولا صحيح هذا.